ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذه أوصافها: أولاً أنها الناجية، ثانياً أنهم أهل السنة الذين يأخذون بالسنة وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة تعني هنا تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة، ما كان عليه الرسول كما قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن والأحاديث الصحيحة، هذه السنة. نعم. لم يأخذوا بمذهب الجهمية ومذهب المعتزلة ومذهب الخوارج أو مذهب غيرهم من الفرق، إنما أخذوا منهج أهل السنة المتمسكين بالسنة، ما أنا عليه وأصحابي. نعم.